السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في كازاكو. نكملوا الدرس ديالنا التضمين الواسع، وغادي نتعرفوا فيه على جودة التضمين، شروط الحصول على تضمين جيد، غادي نشوفوا مبدأ إزالة التضمين، كاشف الغلاف، وفي الأخير غادي نشوفوا في حالة اختيار قيمة غير مناسبة لطول. نبدأ بجودة التضمين. إذا كان E0 أصغر من SM نحصل على توتر مضمن ES دو تي، غلافه مخالف للتوتر المضمن S دو تي ولا يتابع تغيراته. E0 هي المركبة المستمرة اللي قلنا كنزيدوها على المعلومة، و SM هو الوسع الخاص بالمعلومة المراد إرسالها. كما كنشوفو هنايا، إلا كان عندنا هاد الشرط ديال E0 أصغر من SM، فهنا كنفقدو جزء من المعلومة كما كنشوفو هنايا، ويكون هذا التضمين في هذه الحال دي جودة رديئة. إذا كان عندنا E0 أكبر من SM، كنحصلوا على واحد التوتر مضمن ES دو تي، غلافه مطابق للتوتر اللي هو خاص بالمعلومة ES دو تي ويتابع تغيراته على هذا الشكل هذا. وفي هذه الحالة كنقولوا على أن هذا التضمين في حال جيدة، أن المعلومة بقينا حافظنا على المعلومة عكس ما كان عندنا في الأول ملي كانت عندنا E0 أصغر من SM. شنو هما الشروط باش يكون عندي واحد التضمين جيد؟ خاصني تحققوا عندي واحد جوج شرطين، هو E0 يكون أكبر من SM، أي أن M أصغر من واحد، ويكون عندي تردد الموجة الحاملة أكبر 10 مرات على الأقل من تردد المعلومة. كيفاش يمكن لي نتحقق من هذه الجوده ديال التضمين؟ كنستعملوا طريقه الشبه المنحرف، نربط التوتر المضمن اس دو تي بالمدخل اكس لرسم التذبذب، وربط التوتر المضمن اي اس دو تي بالمدخل ايغريك، وازاله الكسح رسم التذبذب بنظام اكس ايغريك، وغادي نحصلوا على هذه النتائج. الا كان عندي تضمين جيد فانا كنحصل على الشبه المنحرف، يعني ام اصغر من واحد، فهنا عندي تضمين جيد. إذا كانت عندي M كتساوي واحد، فهنا عندي تضمين في حالة اللي تكون فيها حرج، نظام حرج. في الحالة الأخيرة هي اللي عندي فيها النظام سيء، اللي كيكون عندي على هذا الشكل هذا، وهنا عندي نظام سيء. هنشوفوا كيفاش يمكن لنا نستخرج المعلومة ديالنا من الموجة الحاملة. تتمثل عملية إزالة التضمين في استخراج المعلومة من الموجة الحاملة عبر مرحلتين، أولها كشف الغلاف وحذف المركبة المستمرة، المركبة المستمرة اللي هي E0. عندنا التبيانة هذه كما كنشوفوها هنايا، عندنا EE هو المدخل و ES هو المخرج. EE بطبيعة الحال كندخلو فيه الإشارة اللي جاتنا لتقطع الهوائي، وهنا عندنا كنشوفو هنا واحد الصمام ثنائي، والهدف منه هو انه يحذف لينا الجهات السالبه كما كنشوفو هنا. A هو اللي كيمثل الموجه الحامله واللي كيتغير الوسع ديالها بدلاله المعلومه بعد الدخول ديالها لهذا الصمام الثنائي، المرور ديالها من الصمام الثنائي اللي كنعرفو انه كيسمح بمرور التيار في الجهه واحده، فكيتم هنا عمليه حذف الجهات السالبه. كتجي المرحله المواليه هي كشف الغلاف اللي كتم R1 C1 عن طريق شحن وتفريغ المكتف، وهذا كيتسمى واحد المرشح للترددات المنخفضة، أي أن الترددات العالية كيتم الحذف ديالها وكنحصلوا على الغلاف ديالنا. غير هو هنايا كما كنشوفوا أن عندنا الغلاف هو مزاح، فلهذا كنستعملوا في الاخير مكتف مع هذه المقاومه واللي هو مرشح الترددات العاليه اللي كيحذف ليا هذه المركبه المستمره اللي تمت بها الازاحه في التضمين، وكنحصلوا على المعلومه اللي كنستخرجوها. من هنا كنشوف بان R1 مع C1 هما العامل الاساسي في الحصول على استخراج معلومه بطريقه جيده او بجوده جيده. غادي نشوفو كاشف الغلاف هو واحد الدارة اللي هي عبارة عن صمام ثنائي ومع واحد الدارة متوازية اللي هي RC مع صمام ثنائي.
باش نحصلوا على كشف غلاف جيد كنحتاج واحد القيمة معينة لهذا الطول، الطول اللي خاصة بالمكتف مع المقاومة، كي خصها تكون أكبر بكثير من تي بي اللي هو الدور ديال الموجة الحاملة وأصغر من تي اس. طريقة العمل ديال هذا المرشح هو أنه كيتشحن وكيتفرغ، شحن وتفريغ شحن وتفريغ، وبهذا كنحذفوا الموجة الحاملة وكنستخرجوا منها الغلاف اللي هو عبارة عن المعلومة. إلا اختارينا قيمة غير مناسبة للطول شنو كيحدث عندنا؟ إلا اختارينا واحد القيمة كبيرة بزاف للطول كيكون واحد التفريغ بطيء، وهنا كما كنشوف هنايا كنفقد المعلومة اللي عندي في هذه المنطقة هذه، عند حيت المكتف كيتشحن وتفريغه بطيء، فهنا كنفقد هذه المعلومات اللي عندي هنايا. وهنا الطول اللي اختاريتها صغيرة بزاف كيكون عندي واحد الكشف رديء للغلاف كما كتشوفوا هنايا. هذا كل ما كان عندنا في الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منه.